هكذا كانت زياره الناخب الوطني جمال بالماضي رفقه والي ولايه البليده كمال نويسر الى مصلحه طب الاطفال ووحده مكافحه الامراض السرطانيه للاطفال بمستشفى بن برعيد بالبليده اين قام بتوزيع معدات طبيه وهدايا رمزيه لفائده المرضى المقيمين بالمستشفى خصوصا الاطفال المقبلين على اجتياز امتحانات شهاده التعليم المتوسط والمقرر اجراؤها غدا حيث حظي الناخب الوطني باستقبال حار من طرف الاطقم الطبيه بالمستشفى وكذلك من طرف محبيه